بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في كورس جديد. أحييكم أنا علاء أمين. الإنترنت والعالم الرقمي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا، وإحنا كبشر بننقسم لقسمين اتنين مفيش غيرهم، إما إني أكون دارس أو بعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات عموما، الشخص التاني هو شخص لا يعمل في المجال، يعمل في مجال آخر أو مستخدم عادي. كلنا في النهاية بنشترك في إن إحنا بنستخدم العالم الرقمي بشكل دوري ويومي، عندنا صفحات تواصل اجتماعي، بنحصل على خدمات من خلال الإنترنت، بنشوف الأخبار وبنتواصل مع أصدقائنا من خلاله. يعني كلنا بلا استثناء بنتعامل مع العالم الرقمي. إنت لو دارس أو تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقدر تقول لي إيه الفرق بين الماك أدريس والماك موديلز؟ تقدر تقول لي إيه هو تريبل أي؟ سمعت أكيد عن مصطلح السي أي أي المشهور، تعرف إيه عنه؟ تعرف تفرق بين الحماية الفيزيائية والحماية التشغيلية؟ تعرف تفرق بين البيانات والمعلومات؟ إيه الهدف من تأمين البيانات أو تأمين المعلومات؟ تعرف إن أنت لازم تقفل الباب ما تفتحوش أبدا؟ تعرف إن في كلب ليه 3 رؤوس؟ تعرف إيه عن وسائل التعرف على الهوية في العالم الرقمي؟ لو أنت شخص غير دارس وغير متخصص ولا تعمل في المجال، يبقى أكيد عندك حسابات تواصل اجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستجرام، واتساب وغيرها كتير. تقدر تقول لي أنت بقالك كام سنة مشترك على فيسبوك؟ 4 سنين؟ كام صورة أو كام فيديو حضرتك شيرتها على حسابك في خلال الـ4 سنوات؟ تقدر تقول لي أنت كنت فين من 5 شهور في آخر جمعة من أبريل الساعة 6 مساء؟ ليه لما بتدخل بعض المواقع يطالبك بأكتر من وسيلة تحقق ولا يكتفي بكلمة المرور فقط؟ بيجي لك كود على التليفون علشان تدخل موقع معين أنت بتدخله بشكل دوري زي موقع البنك مثلا. العملية دي اسمها إيه؟ بتتعمل إزاي؟ ليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا بتتعامل معاك بشكل مجاني ومش بتطلب منك مقابل مادي أو اشتراك شهري؟ تقدر تقول لي المواقع الإلكترونية زي جوجل، فيسبوك، تويتر تعرف عنك إيه؟ وإيه هي البيانات اللي ممكن تاخدها من خلالك؟ حجم الاستفادة من البيانات والمعلومات ديت؟ أسئلة كتير وأجوبة كتير هنتعرف عليها إن شاء الله في كورسنا في الطريق لأمن المعلومات. كورسنا موجه للدارس وغير الدارس، للعامل وغير العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات. هيكون مبسط وميسر، وهنستقي المعلومات اللي هنقولها في الفيديوهات إن شاء الله من منهج الكومبيا سيكيورتي بلس. هنتناول أمن المعلومات ببساطة ويسر، وكل جزء من الأجزاء اللي هيتم شرحها في الفيديو إحنا هنقوم بتلخيصها بشكل مكتوب ليسهل فهمها بعد كده. هنبدأ نعمل اختبار بسيط جدا نقيس بيه مدى الفهم أو حجم الاستفادة اللي احنا حصلنا عليها من خلال الفيديوهات السابقة. نوعدكم إن شاء الله إن الفيديو هيكون مختلف تماما عن أي فيديو أو مادة أنت شفتها قبل كده تخص أمن المعلومات والبيانات. أحييكم أنا علاء أمين مرة تانية، وأشوفكم في أول حلقة من حلقات كورسيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.